السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بعض التولز أو الأدنس اللي ممكن تسطبها جوه الريفت ومجاني. الراجل عاملها مجاني وعاملها أوبن سورس، يعني لو أنت عايز تطلع كود وتعدل عليها تقدر إن أنت تحمل الكود وتقدر إن أنت تتطور فيها. في حاجات كذا حاجة، طب تعالى نشوفهم مع بعض. عندنا هنا لو في عندي كذا فيو، في بعض الجريد في بعض الفيوهات خطأ، فده بيسهل لي ان انا اعمل سيلكت على الحاجة الصح واقول له طب انا عايز ده يتطبق في كل اللي فوق، فتلاقي الجريد شكلها اختلف بالشكل دوت. لو عايز الاداة هتيجي هنا على الكود وتقول له داونلود، فتقدر ان انت تحمل الملفات وتحطها في الفولدر اللي فيه البلاجنز بالإصدار بتاعتها وتشتغل معاك عادي مفيش مشاكل خالص. طيب اللي بعده، لو انت عامل فيل ريجنت على مثلا مساحة معينة فهو اوتوماتيك ممكن ينهي لك لباقي الافيشنز بالشكل دوت، تتعلم عليهم ونفس المؤثر اللي انت عامله يظهر في الباقي. ده اوتو دايمنشن للجريد، هتبدأ تعمل سيلكت على الجريد كلها وتقول له انا عايز تعمل لي اوتو دايمنشن للجريد، يظهروا كلهم في نفس الوقت بالشكل دوت. ده سمارت جريد، يعني انت عايزهم كلهم يكونوا نفس الاتجاه فيبدأ ان هو يحل لك المشكلة ديت. هسيب لك رابط الادوات، وفي هو عامل ادوات لسه هتنزل، كاد مانجر وسكادول ليجند مانجر وتاجل يونت، كل دول هينزلوا ان شاء الله مجاني واوبن سورس، تقدر ان انت تتحملهم وتشتغل بيهم بدون اي مشاكل خالص.